شعب الجزائر مسلم. الرؤوس بالمعاني قلوبنا هي المحل في نسيب المرأة، فهذه الطلائع زادت فيها المرافق، أقمارها صواقع، نجومها لوان. أنيم به من مقدم هنا التقى رجالنا، أبطالنا، أحفادنا، بل تنطلق أعمالنا إلى بناء مجد عالي. سعداء جدا بلقائكم، فرحون مسرورون بتواجدكم معنا في هذه الجلسة العلمية الثقافية المميزة المباركة المزدانة بوجود الأحبة ممن حضر لحيال ذكرى وفاة الشيخ العلامة محمد البشير إبراهيم. هذه الذكرى التي لم تشهد جمعيتنا جمعية الشيخ إبراهيم إلا إحياءها والاحتفاء بها للوقوف على مبادئ هذا الرجل سليل منطقته، والتي سيحدثنا عنها أكثر ضيوفنا من الأساتذة الدكاترة الأجلاء والأئمة الفضلاء لجمعية العلماء المسلمين على رأسهم فضيلة الشيخ موسى الميلي، الدكتور لوي شهاب الدين، والبروفيسور زواقة بدر الدين. مرحبا. بداية نستمع إلى آية الذكر الحكيم من تلاوة الشيخ عرفي، فليتفضل المشروع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
البداية تنمي يطيب لي نيابة عن زملاء أعضاء الجمعية الثقافية نسأل البشير الإبراهيمي لبلدية مدن البراد، أرحب بجميع الضيوف الكرام كل باسمه كل بمقامه. أهلا وسهلا بكم بيننا، فقد شرفتمونا بحضوركم إخواني أخواتي، إذ نلتقي اليوم في هذه المناسبة الذكرى المزدوجة لعيد الطالب والذكرى السنوية لوفاة العلامة محمد بن بشير الإبراهيمي. عندما فكرنا في تأسيس الجمعية نشأة البشير الإبراهيمي كان الغرض الأساسي من ذلك هو المشاركة الفعالة في التنمية الثقافية لهذه البلدية، وفي سبيل تحقيق هذه الغاية سنتعاون مع كل الجهات التي يمكنها أن تقدم لنا العون من كل المؤسسات والجمعيات والمنتخبين ورجال الأعمال الغيرين على المنطقة. إن أولويتنا تتمثل في الرفع من المستوى الثقافي للساكنة ومساعدة المنطقة في الانخراط في المسار الحضاري الذي يشهده المجتمع الجزائري، ولا يتأتى ذلك إلا بتضافر جهود الجميع من أبناء هذه البلدة الطاهرة. ختام نسأل الله أن نكون عند حسن ظن الجميع خدمة المجتمع، ولا يفوتني أن أدعوكم لدعمي ومؤازرة جمعيتنا وذلك لتحقيق طموحاتها. نستصرخكم ونعتذر لعدم حضور الدكتور محمد دياب الحسني وذلك لأسباب صحية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا أمشي في الطريق القادم من سطيف وأمشي متجه إلى ولد إبراهيم، أتساءل تساءلت قلت في 1889 ولد الإبراهيم في هذه المنطقة، لم تكن هناك طرق ولا سدن، هل كان إبراهيم يفكر يوما أن يكون رجلا عالميا يذكر التاريخ؟ الله أعلم بذلك، ولكن الأزمة تولي الدين. هذا درسنا نعرف أن الفقر لا يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يحقق شيئا. أشكر أهل بلد إبراهيم على أنهم أنجبوا لنا هذا العالم الجديد الذي يعتبر رمزا لنا وفخرا لنا للأمة الإسلامية كلها. في 1965 1965 كان يوم طارق إضراب الطلاب لدعم الإثارة الجزائرية، وفي نفس اليوم توفي هذا العالم واطفأ أموره ولكن بقي علمه إلى يوم الدين إن شاء الله. في هذا اليوم سنة الناس يوم 13 شوال 1306 هجري الموافق للرابع عشر جويلية 1889، هذا تاريخ ميلاده، وجده كتب في دفتر العائلة حتى الوقت الذي ولد فيه، قال جده ولد لنا الحفيد محمد البشير الإبراهيمي عند طلوع الشمس يوم الخميس، لما كانت الشمس تطلع خرج محمد البشير الإبراهيمي إلى هذه الدنيا يوم الخميس عند طلوع الشمس من هذا التاريخ الذي ذكرت من شهر شوال. أصل هذه العائلة طبعا أهل أولاد إبراهيم ثم يعرفون أصل العائلة أنه أصل شريف، أصل هذه العائلة ترجع إلى قبيلة أولاد إبراهيم ويختزل الاسم أولاد إبراهيم بن يحيى بن مساهل، بن يحيى بن مساهل يصل نسبه تسلسلي إلى عبد الله إلى إدريس بن عبد الله. إدريس بن عبد الله هو الذي ينقب إدريس الأكبر، وهو الذي ترجع إليه عائلة الأدارسة. جاء هذا عبد الله إدريس جاء إلى المغرب الأوسط وإلى المغرب الأقصى نازحا، واستوطن هذه العائلة جزء منها في المغرب وجزء منها في الجزائر. استوطنوا بعد وقعت في بين العلويين والعباسيين، لما وقعت الواقعة المعركة الكبيرة بين العلويين والعباسيين جاء إدريس بن عبد الله إلى المغرب العربي بعد وقعة فخ بين العلويين والعباسيين.
الفرنسيين الى 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 عبد الله الى بن عبد الله ادريس بن عبد الله ترجع انساب الاشراف الحسنيين في المغرب وفي الجزائر. ولما جاءت هذه العائله الى الجزائر اول ما استوطنت جبال الاوراس من الناحيه الغربيه لجبال الاوراس، ثم بعد ذلك انتقل جزء من العائله الى اولاد ابراهيم. فالعائله الكبيره هي عائله اوراسيه. فنرجع بعد ذلك الى النشاه، كيف نشا هذا الرجل؟ هل نشا في جامعات عالميه هنا وفي مراكز علميه؟ في الحقيقه نشاه البشير الابراهيمي كانت نشاه عائليه، وهذا العائله عائله الابراهيمي توارثت العلم عائله عن عائله بالتسلسل. فنشاته في الحقيقه في بيت والده كما نشا ابناء بيوت العلم. ثم لما بلغ عمره 3 سنوات دخل الى الكتاب هنا، كتاب العائله، لان العائله كانت تستخدم معلم القران يعلمون في العائله. فتلقى القران الكريم وبعض علوم اللغه الابتدائيه، ثم لما وصل الى حد من التعلم اخذه عمه، وهذا هو الذي له كل الفضل بعد الله عز وجل على محمد البشير الابراهيمي. يعني سر التكوين لمحمد البشير الابراهيمي هو عمه محمد المكي الابراهيمي الذي كان يلقب بعالم المنطقه وعالم الوطن. العلم يعني اشرف على تعليمه كان عمره 4 سنوات. تعليمه يعني في الجانب اللغوي في تمكينه من القران الكريم. ومحمد المكي الابراهيمي لو كان ترجع في التاريخ تتلمذ على يد كبار العلماء. هذا محمد المكي تتلمذ على يد الشيخ قري القعلاوي، تتلمذ ايضا على الشيخ العلامه محمد ابو القاسم البجريني، وتتلمذ ايضا على يد العلامه المتبحر في الفقه واللغه وهو محمد ابو جمعه القني. هل العلماء الكبار الثلاثه كانوا اساتذه محمد المكي الابراهيمي. لذلك الرجل كان له من العلم ومن الدرايه ومن التجربه سمح له بان يخرج لنا نموذجا علميا متميزا عالميا. لما بلغ 7 سنين استلم طبعا نقله عمه الى داره، لان والد الابراهيمي لم يكن مهتم بشؤون العلميه، فاخذ العم الى البيت. لماذا؟ لكي يراقبه في نومه، في يقظته، في طعامه، في شرابه. كل الابراهيمي كان هو من يامرني بالنوم، وهو من يوقظني، وهو من يحدد لي اوقات الطعام واوقات الراحه، حتى القيلوله كان محددها له. قدر قليل. النشأة ليست طبيعية، باش تعرفوا أسباب العظمة، ديما لازم نرجعوا إلى التنشئة الأولى. كما قلت استلمه عبده من معلم القرآن وتولى تربيته، يقول الإبراهيمي: كنت لا أفارقه لحظة حتى في ساعات النوم، وكان هو الذي يأمرني بالنوم، وهو الذي يوقظني منه على نظام مضطرد في النوم والأكل والدراسة، وكان لا يخليني من تلقيه. يعني في كل ذلك قال كنت نمشي معاه في الحقل، حين نمشي في الحقل هنا في حقول المضراب أثناء الطريق إلى طرفه. يعني كان لا يخلي حتى قبل النوم، يقول إبراهيم حتى قبل النوم يلقيني المتون العلمية وينبئني بها، يرقدوا المتون. تكوينه العلمي
غريب القرآن الكريم، غريب مفردات القرآن الكريم. ثم بعد ذلك 9 سنين حفظ ألفية ابن مالك في النحو، ألف بيت في النحو، وأيضا معظم كافية ابن معطي، وحفظ أيضا ألفية ابن ألفيتين، يعني 2000 بيت، 2000 بيت في المتن للحافظ العراقي في السير والأثر، ألف بيت في السير، ألف بيت في الأثر، وأيضا حفظ الكثير من شعر أبي عبد الله بن خميس التلمساني شاعر المغرب، وأيضا يلقب بشاعر الأندلس. حفظ معظم رسائل بلغاء الأندلس مثل رسالة ابن الشهيد وابن برد وابن أبي الخصار إلى غير ذلك. حفظ أيضا تلخيص المفتاح للقاضي القزويني. أيضا حفظ رقم الحلل في نظم الدول لابن الخطيب. أيضا دواوين فحول الشعراء، حفظ دواوين فحول الشعراء كامل، كديوان المتنبي، شعر الطائفيين، ديوان الحماسة، رسائل سهم بن هارون، ورسائل بديع الزمان الهمداني، هذه كل حفظها قبل 11 سنة. يقول عن نفسه: ولم يزل عمي رحمه الله يتدرج بي من كتاب إلى كتاب، يتدرج بي من كتاب إلى كتاب، تلقينا وحفظا ومدارسة للمتون والكتب التي حفظتها حتى بلغت 11 من عمره. يعني لما كان عمره 11 سنة مشروع عالم. شوف الوقت، شوف استثمار الأسرة، شوف لما تكون الأسرة واعية بما تستثمر في أبنائها، مش أبنائنا للشارع للضياع، يعني الأسرة هذه قدرت تستثمر في العائلة في أبناء العائلة. فنرجع بعد ذلك إلى النقطة الموالية وهي الكتب التي كونت ملكته اللغوية. يعني كان بعض الكتب تركت من محمد البشير إبراهيم صاحب ملكة لغوية، نقدر نقول رقم 1 في العالم. وبعد كلمكم لما راح للمدينة المنورة. من بين الكتب التي كونت ملكته اللغوية هي كفاية المتحفظ للأشجار الطرابلسي، وأيضا الألفاظ الكتابية للهمداني، كتاب الألفاظ الكتابية للهمداني، وكتاب الفصيح لثعلب، وكتاب إصلاح المنطق ليعقوب السكري. هذه الكتب تركت منه عالم لغوي قل نظيره في العالم. ولما خرج للمدينة والقاهرة والسوريا كان يتهافت عليه متهافتون لكي يدرس المعالم اللغوية، كبر المعالم اللغوية. مواهبه، يقول هو عن مواهبه بلسانه، يقول رحمه الله: وعلى قنديل الزيتي، هذا قرار للقنديل، لا مدري سيدي ولا هذا القرار للقنديل، وعلى قنديل الزيتي وفي الظلمة حتى يغلبني النوم، ولم يكن شيء من ذلك يرهقني، لأن الله تعالى وهبني حافظة خارقة للعادة. هذا الكلمة هو حافظة خارقة للعادة وقريحة نيرة وذهنا صيورا للمعاني. يعني كان عنده ذهن يروح طول يعبر للمعاني، فكانت الألفاظ اللي في القوالب اللفظية هو مباشرة يصل حتى للمعاني الخفية كما قال عن نفسه. أعطاه ربي ذهن صيورا للمعاني ولو كانت بعيدة. ولما بلغت 14 سنة، يعني لما بلغ 14 سنة مرض عمي مرض الموت، فكان لا يخليني، هو مريض عمه في فراش، قال: وكان لا يخليني من تلقين وإفادة، وهو على فراش الموت يقول الإبراهيمي: تلقيت منه
الفصول الأخيرة، شرح الفصول الأخيرة لأفيد بن مالك. يا الله، أي همة لديك وأي عزيمة، يعني العبد طريق فراش في الأيام الأخيرة تاعه، شرح الفصول الأخيرة لأفيد بن مالك حتى مات، وهو بيجي واري. لما نلقى بعد ذلك إلى ما بعد موت العبد، بعد موت عبد البشير الإبراهيمي، بعد موت المكي محمد المكي الإبراهيمي، شرع البشير الإبراهيمي في التدريس، صار مكان عمله هو الذي يدرس الطلبة المداومين. كانت هذه المنطقة عامرة بالعلم، فكانت كل المناطق تأتي إلى ولاد إبراهيم. من أنا الوالدة تاعي عليها رحمة الله توفي السنة الماضية عن عمر قرن، وكان من الأشخاص الذين يلتقون البشير الإبراهيم، كان يقول لي كنا نذهب إلى ولاد إبراهيم حفظنا المتون تاع الرسم القرآني في ولاد إبراهيم، يجينا لأن كانت العائلة تستقطب التلاميذ من كل ضواحي هذه المنطقة، حفظ المتون وشرح المتون العلمية. طبعا انهاء عليه بعد ذلك لما صار يدرس، عمر المعتصم يدرس شيخ، انهاء عليه طلبة العلم من المدن القريبة من ولاد إبراهيم، وكان والده والعائلة يقومون على الإطعام وقيام شؤون الطلبة، مثل تجربة في تجربة ابن مالك، مثلها التجربة في ولاد إبراهيم. ثم توسعت الفكرة إلى فتح مدارس أخرى. استمر هذا العمل من 1900 من ألف حتى كان صار عمر البشير إبراهيم 20 سنة، يعني يقولوا من 14 سنة حتى 20 سنة، 6 سنوات لأكل قضاها محمد البشير إبراهيمي مدرسا ودارسا. بعد ذلك لما وصل سنه 20 سنة، هنا انتقل والده سنة 1918، انتقل والده إلى المدينة المنورة. فرار والد البشير إبراهيمي إلى المدينة المنورة كان نتيجة التضييقات التي مورست من طرف الإدارة الاستعمارية عن عائلة إبراهيم. فلحق به بعد ذلك الولد إلى المدينة المنورة، وأثناء هجرته خفية، الوالد خرج خفية والابن أيضا خرج خفية إلى المدينة المنورة. لما هاجر والده كما قلت إلى المدينة المنورة، لحق به الابن، وأثناء هجرته مر بالقاهرة، مكث بها 3 أشهر. لما جاء رايح يروح على ليبيا، ومن ليبيا يحكم طريق القاهرة، من القاهرة يروح كسر الحجاز. في القاهرة حضر دروس العلم الأزهر، التقى أشهر علماء مصر كالشيخ سليم البشيري، والتقى أيضا الشيخ بخيت المطيعي، وهذا من كبار ومفتي الشيخ الأزهر، والتقى أيضا الشيخ يوسف الدجوي درسه علم البلاغة، ولا الشيخ بخيت المطيعي درسه صحيح البخاري، وأيضا التقى الشيخ عبد الغني محمود، والتقى الشيخ سعيد الموجي، وأيضا زار الشاعر أحمد شوقي، وعرض عليه محفوظاته من شعره، لأن البشير إبراهيم يحفظ ديوان شوقي هنا في ولاد إبراهيم. لما ذهب إلى مصر عرض على أحمد شوقي، فقال أحمد شوقي: ما سقط من الرجل حرف، ما سقطوش حرف من ديوان كامل، وعرضوا عليه، وشوقي كان يراجع أشعاره من البشير إبراهيم. صوروا اللي شوقي نسى الشعر تاعو، ولا البشير إبراهيم يعرض على الشوقي وشوقي صحح نفسه.
رجل يحفظ شعره أحسن منه. وبعد ذلك قفل راجعا إلى ذاهبا إلى المدينة المنورة. وصل المدينة المنورة أواخر الشهور الأخيرة من 1911، يعني قبل ما تدخل 1912 دخل المدينة المنورة. كان مما التقى أول ما التقى والده، لأن والده اشترى بيت في المدينة المنورة، التقى والده. ثم بعد ذلك بدأ يطوف على حيرة العلم من شيخ إلى شيخ، من شيخ إلى شيخ. ثم ماذا قال؟ لم يعجبه شيوخ المدينة. يقول البشير الإبراهيمي: كنت أطوف حلق العلم ولم يعجبني شيء منها. وقال عنها أيضا أنها غثاء، يلقيه رهطا ليس له من العلم والتحقيق شيئا. تعرفوا اللي الجزائر في وقت الاستعمار الفرنسي، ما قبل الاستعمار الفرنسي، كانت حاضرة علمية قوية. بجاية كانت تفوق الحجاز. بجاية حاضرة بجاية كانت تفوق الحجاز وتفوق المشارقة، لأنه هو لما راح ثمك مستوى يقول هو في بعض الكلمات، قال: وجدت مشايخ يهشمون العربية تهشيمهم. يذكركم كما نقول، يذكركم العربية. فهذا هو صمم. ممكن راح لهذا تاع المدينة المنورة، لما راح يروح الشيخ هذا يتعجب، هذا شيخ لا تحقيق لا دقة علمية، ينتقل شيخ آخر. كاين شيخين فقط أحضروا في المدينة المنورة، وقال: لم أرى مثلهما قط. وهذان الشيخان اللذان أثر فيه تأثيرا عميقا هو حسين أحمد الهندي، الفيضانات الهندي، حسين أحمد الفيضانات الهندي. وهذا كان شيخ عالم محقق في الحديث، خاصة في علوم الحديث. وأثر فيه أيضا علم النحرير، وهو تونسي، وهو شيخ الوزير العزيز الوزير. هذا كان تونسي أقى في المدينة المنورة، يعني كان هذا درس من مدارس في تونس ودرسوا في المدينة، هو شيخ ابن مدريس أيضا. وأيضا حسين أحمد الفيض الأباني الهندي شيخ ابن مدريس، وكان البشير الإبراهيمي وابن مدريس ما يعرفوش بعضها. فيقول محمد البشير الإبراهيمي: أخذت علم الجهد والتعليم من الشيخ أحمد البرزنجي الشهرسوري، أخذ منه علم الجرح والتعديل. ويقول: أخذت علم التفسير على يد الشيخ إبراهيم الأسكوبي، وأخذت أنساب العرب وأدبهم الجاهلي والسيرة النبوية من الشيخ محمد عبد الله زيدان الشنقيطي. يعني الشنقيطة هذو كانوا معروفين بالعلم موريتانيين. ويقول عليه رحمة الله: وجدت العلم الصحيح عند شيخين، وجدت العلم الصحيح عند شيخين عظيمين، الشيخ العزيز الوزير التونسي والشيخ حسين أحمد الفيض أبان الهندي. لازمتهما ملازمة الظل، لازمهم ملازمة الظل للاستزالة من علمهما. فأخذت علم الحديث والتفسير، أخذت من الأول الوضع وفقه مالك، يعني من الوزير أخذ منه الوضع وعلم مالك، وأخذت من الفيضاني الهندي درس صحيح مسلم. ويقول: وأشهد أن
جلالة الشيخ عبد الباقي الأفغاني الشيخ طاعن في السن قبل نصف قرن، وكان زاهد كان الشيخ إبراهيم يذهب إلى بيته في المدينة المنورة وتعلم من عنده علم المنطق، لأنه كان يقول عن هذا الأفغاني عالم من علماء المنطق. الأمن الإبراهيمي بدمشق مكث حتى سنة 1917، قامت هناك مشاكل في المدينة العلمية الكبيرة، وهم يشيدون في كتبهم يشيدون لمحمد البشير الإبراهيمي. لما دخل الأمير فيصل بن حسين دمشق اتصل به الأمير، طبعا فيصل بن حسين اتصل به للإشراف على إدارة المعارف بها. بعد ذلك ضاق بكل تلك الطلبات، وخاصة أنهم حاولوا أن يعيدوه لتسيير أوقاف المدينة المنورة، ورفض ذلك، عاد إلى الجزائر بإلحاح من عبد الحميد بن باديس. ماذا وقع في المدينة قبل؟ في سنة 1913 التقى، سنذكر لكم سر تأسيس جمعية العلماء أين كان؟ كان سنة 1913 ثم التقى عبد الحميد بن باديس بالبشير إبراهيمي وتعارف بالمدينة المنورة. لما عاد إلى الجزائر عاد سنة 1920 للجزائر. إذا من 1917 إلى 1920 قضى في دمشق. من دمشق رجع 1920 إلى الجزائر. لما سمع عبد الحميد بن باديس برجوع بأن جاءت أخبار بأن البشير الإبراهيمي راح أخذ في الطريق راجع جاء لمصر، راح تلقى في تونس. من فرحة عبد الحميد بن بشير هز السيارة ومشى تونس. يقول البشير استقبلني في تونس، لم أرى إنسان استقبلني في حياتي مثل استقبال عبد الحميد بن باديس. شوف اللي يجي لكن قدروا الرجال، ما نظر بيناتهم لا حزازة لا غيرة لا طيب واحد يطعن في واحد لا واحد يحارب في الآخر. حين تلك القضيات العلمية يحاربوا في بعضها، كانت بيناتهم تكون كبير ومحبة كبيرة. يقول البشير إبراهيم كانت من تدابير الأقدار الإلهية، يعني ربه رتبها، كان من تدابير الأقدار الإلهية للجزائر أن يرد علي بعد استقراري بالمدينة المنورة سنة وبضعة أشهر أخي ورفيقي في الجهاد. بعد ذلك الشيخ عبد الحميد بن باديس أعلم علماء، شكون عبد بن باديس؟ أعلم علماء الشمال الإفريقي والأوغادي. أنا البعض سمعت مرة في أحد الشعاب، للأسف هي شعبة من شعب جمعية العلماء، ما نذكرهاش، ولكن كنت أنا مشرف على التنظيم بلادات منذ حوالي 15 سنة. زرت ذي الشعبة، لقيتهم دي محاضرة بعنوان علوم محاضرة بكثير من البلاد البداعي بن باديس. والله ذلك العنوان البداع عند ابن باديس. غريب أن شعبة من شعب جمعية تعلق على ابن باديس واعتبروا عنده بداع. جيت بعد سألت المحاضر قلت له شنو بداع كان ابن باديس دايرها؟ قال لي كان يروح المسرح ويروح للسلك، وكانت يسمع الموسيقى تاع المالوف. سبحان الله. قلت له على بالك ابن باديس راح للسلك صح؟ قول لك ليه راح للسلك. ابن باديس الاولاد تاعو كانوا يقراوا عنده في الجامع الاخضر، في العطله الاسبوعيه جا سلك عمار صبينا. قال لهم هيا وليدي نديكم للسلك. كانوا يقولوا ترفعوا. ديها نحطها في الصروف الأمامية وخليهم يشوفوا ذيك العروض البهلوانية، واحد يروض في أسد، واحد في أفعى، واحد في كذا، واحد جاب الفيل. بعد ما خلص العرض قالوا لقاء، قالوا أرأيتم من يروض الأسد والنمر وكل أفعى وكذا، أتعجزون أنتم عن ترويض تلامذتكم في المستقبل؟ شوفوا المقصد من كان
درسك. فأخذ من المجلس علم دين يعرف البدع ويعرف حرم البدع حرم الطرقية وحرم الخرافة وحرم الجهالة، فكيف يتهم؟ فهو يقول عنه بشير إبراهيمي ولم أر يعني العالم الشمال الإفريقي ولا أغاني وبين النهضات العلمية والأدبية والاجتماعية والسياسية في الجزائر. كنا يقول البشير إبراهيمي كنا نؤدي فريضة العشاء الأخيرة كل ليلة في المسجد النبوي ونخرج إلى منزلي فنسمر مع الشيخ ابن أديس منفردين إلى آخر الليل حتى الفجر تقريباً الفجر إلى آخر الليل. حين نفتح المسجد فندخل مع أول داخل لصلاة الصبح ثم نفترق إلى الليلة الثانية إلى نهاية 3 أشهر. تصوروا 3 أشهر هم كان على نفس الطريقة، يصلي العشاء في المسجد النبوي ويروح البيت بشير إبراهيمي ويديروا سهرة علمية من بعد صلاة العشاء اللي أذن الفجر. وش كانوا يقولوا؟ وش كانوا يتناولوا؟ إلى نهاية 3 أشهر التي أقامها الشيخ بالمدينة المنورة، كانت تلك الأسمار، شوف هذا كلام بشير، كانت تلك الأسمار كتدابير للوسائل التي تنهض بها الجزائر ووضع البرامج المفصلة، لتلك النهارات القادمة. يعني درسوا الوضع في الجزائر من كل الجوانب، 3 أشهر درسوا الوضع، درسوا فرنسا، درسوا الفكر الفرنسي، الفكر الاستعماري، كيف فرنسا وأطلع الجزائر كيف قدرت تمكن المدة الطويلة، درسوا الجزائر دراسة جغرافية، دراسة اجتماعية، دراسة حتى نفسية أنثروبولوجية، ووضعوا الأدوات التي يجب أن تتبع. يقولوا درنا الثورة تقوم بعد 3 مراحل، داروا خطة 1924 خطة تأسيس الجمعية، ثم أن الثورة في ذكر مبادئ بشير إبراهيمي كانت تقوم سنة 1940 لولا موت. لأن نذكر عبد الحليم بن باديس في قسنطينة جاني الشيخ متحمس من صفوف حزب الشعب، قال له يا شيخ كثر اللي يحبوك ولكن لماذا لا تعلن الثورة؟ علاه؟ رانا الطلبة ومئات آلاف، لماذا لا تعلن الثورة؟ فتبسم عبد الحليم بن باديس وقال له يا بني وهل يوضع سقف من غير الجدران؟ وهل يوضع سقف من غير الجدران؟ قال له يعني لازم نبني نطلعوا الجدران ما نحطوا؟ كانت الدار ما كانش تقريبا يعني كان اعطاها المنظور العام، قال له هل يوضع سقف من غير الجدران؟ هسنا قريب نخلصوا الجدران ونحطوا بعد السقف اللي هي الضوء اللي هي الضوء. يقول الإبراهيمي البرامج المفصلة لتلك النهضات الشريرة التي كانت كلها صور ذهنية تتراءى في مخيلاتنا وصحبها من حسن نية وتوفيق الله ما حققها في الخارج. يعني من حسن النية تعالى وتوفيق الله تبارك وتعالى تحققت تلك الصور الذهنية التي رسمناها في سنة 1913 بعد بضع سنة. وأشهد الله، بشير إبراهيم يقول وأشهد الله على أن تلك الليالي من سنة 1913 هي التي وضعت فيها الأسس الأولى لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي لم تبرز للوجود إلا سنة 1931. سنة الخطة كانت رسمت في المدينة المنورة. يقول ورجعت أنا إلى الجزائر فلقيني أخي عبد الحليم بتونس وابتهج لمقدري أكثر من كل أحد لتحقيق أمله المعلى. لما يقول إبراهيم لما رجعت إلى ولد إبراهيم إلى مصحف رأسي
شرعت من اليوم الأول دون راحة، من اليوم الأول بعد رجوعي شرعت في العمل الذي يؤازر عمل أخي ابن باليس. فأول ما عقدت الأول عقدت الندوات العلمية للطلبة، بدأ بالندوات العلمية، وثانيا الدروس الدينية للجماعات القليلة لكي لا يكتشف، بدأ يدير كل مرة مجموعة ويدير دروس خفية عن الإدارة. ثم بعد ذلك إلقاء الدروس الدينية للتلاميذ الملازمين كلماتهم، أنا في ولاد إبراهيم. بعد ذلك إلقاء المحاضرات التاريخية والعلمية عن الجماهير الحشدة، بدا يتوسع وبدا ينتقل إلى المناطق، خمس دقائق، إلى الجماهير الحشدة في المدن الكبيرة. ثم إلقاء دروس الوعظ الديني والإرشاد كل جمعة في بلد، بدا يتنقل في كل جمعة يروح لمنطقة معينة، يدير درس في مصر في مسجد، ليه هناك يتنقل؟ الهدف تاعو في التنقلات كان نشر الوعي. ثم بعد ذلك يقول قمت بتأسيس مدرسة، دير مدرسة هنا في البراهم لتنشئ الطائفة من الشبان للخطابة والكتابة وقيادة الجماهير. شوف الخطة، للخطابة والكتابة وقيادة الجماهير، هذا كان يكون تكوين خاص، يعني شغل فرق عندها وظيفة خاصة. ثم بعد ذلك وكان يستعمل الحيلة، يقول كنت استعمل الحيلة والتمكن في زين التجارة، كنت نلعبها يعني تاجر، نتاجر مش في الغالب يدي الشحنة يعني يبيع الشحنة الغالية. أنا الوالد تاعي قال لي أنا شخصيا شريت من عند البشير إبراهيم الشحنة، هو الحقيقة ليس مهمته هو التاجر، ولكن كان يروح يتنكر في زي تاجر باش يدخل القرى والمناشر، يدخل زي تاجر. وكنت أتنكر في حيلة التجارة للوصول إلى أهدافي، لأن فرنسا كانت تراقبني وتشك بي. في الفترة بين 1920 و 1930 كانت الصلة بين البشير والباليس قوية، يلتقيان كل أسبوعين، مرة في الصيف ومرة في قسنطينة، يعني مرتين في الشهر يتلاقاو، مرة في الصيف ومرة في قسنطينة. وأصبح يقول بشير، وأصبح لنا جيش من التلاميذ يحمل فكرتنا وعقيدتنا، مسلح بالخطباء والكتاب والشعراء، يلتف به مئات الآلاف من الأنصار وحملة العقيدة، يجمعهم جميعا غضب حاد على الإسلام. النقطة المشتركة كان يردوا عليها الأجيال غضب حاد على الاستعمار. يقول في الخطة بتاع 1913 يقول البشير إبراهيم كانت الطريقة، شوف هذا دليل الحنكة، هم لم يكن يحشر في الطريقة حشوري، دير خطة حتى مش يمدوا للطلبة. يقول كانت الطريقة التي اتفقنا عليها أنا وابن باليس في اجتماعنا في المدينة المنورة في تربية النشي، شوف بيت قصير، في تربية النشي هي أن لا نتوسع له في العلم، ما توسعلوش في العلم، ما تشعبلوش في العلوم، لا نتوسع له في العلم، وإنما تربية على فكرة صحيحة، شوف نقطة، تربية على فكرة صحيحة. ولو مع علم قليل فتمت لنا هذه التجربة في الجيش الذي أعددناه من تلامذتنا. خلاص؟ إذا هذا الرجل تأسيس الجمعية، يقول مرحلة عمل
المرحلة، يقول البشير إبراهيمي هذه المرحلة من حياتي، يعني مرحلة تأسيس الجمعية هي مناط فخري، هي مناط فخري ونتاج أعمالي العلمية والاجتماعية والأفق المشرق من حياتي، وهذه المرحلة التي عملت فيها لديني ولغتي ووطني أعمالا أرجو أن تكون بمقربة من رضا الله. الله كلام يمكن. هو من قام بوضع اللائحة الداخلية لجمعية العلماء المسلمين، وضع لائحة الجمعية. شوف يا جماعة العبقرية، جميع المدارس طلب منه وضع لائحة جمعية العلماء في ليلة واحدة. قال لائحة جمعية العلماء من 147 مادة، من 147 مادة في ليلة واحدة، الغدوة الفجر سلمها في المدارس. والله نجتمع عليها حتى كيما رانا شهر بنت الله. طاقة علمية كبيرة. يقول بشير إبراهيم لما استلمت له اللائحة وعرضها وحضرت بالإجماع. يقول البشير فنهض ابن ماديس وخطب خطبة أطراني فيها. يعني مدح البشير كثيرا. يقول البشير لأبكاني من الخجل لما مدحوا عبد الحليم بن مديس. يقول الدموع كانت تترقق من عيني، أبكاني من الخجل. وكان مما قال، يعني لما قال ابن مديس الشيء خلى البشير يبكي. عجبت لشعب، هذا ابن مديس يقول عجبت لشعب أنجب مثل محمد البشير إبراهيم. عجبت لولاد إبراهيم أنجبت مثل محمد البشير الإبراهيمي أن يضل في دين أو يخزى في دنيا أو يذل للاستعمار. شوف المدافع كيفاش مدافع. شوف هذه مدافع في الحقيقة. عجبت الأمة جابت مثل البشير الإبراهيمي يصرى لها. في السنة الثانية من تأسيس جمعية العلماء تم تقسيم العمل الإصلاحي قسنطينة ابن باديس العاصمة الطيب العقبي وهران عمالة وهران محمد البشير الإبراهيمي. تأسيس انتقل البشير إبراهيمي إلى وهران، ثم انتقل إلى فرنسان وأسس ما أسس منها وزاد اليوم دار الحديد أسس البشير إبراهيمي. وكان بالطراز العمراني الأندلسي كان يلقي 10 دروس كل يوم. سمعوني أيها الإخوة، كان يلقي 10 دروس من باريس لقسطنطينة، يلقي 13 درس. البشير إبراهيمي في دار الحديد يلقي 10 دروس كل يوم. يقول فكنت ألقي، هذا البشير يقول عن نفسه، فكنت ألقي 10 دروس في اليوم، أبدأها بدرس في الحديد بعد صلاة الصبح، وأختمها بدرس في التفسير بين المغرب والعشاء، وبعد صلاة العتمة يعني بعد العشاء، يعني صلي العشاء وين نروح؟ أنصرف إلى أحد النوادي، يروح نادي من النوادي، فألقي المحاضرة في التاريخ الإسلامي. بالله عليكم 10 دروس وزيد محاضرة بعد صلاة العشاء. إحنا وش يبقى فينا؟ أنا نقول اليوم برك للمثقفين كاين حدا كيرانا أحيانا نظن بأننا كل الدكاترة تاعنا، كل الأساتذة تاعنا، كل الأئمة تاعنا ينظر المشكلة الإمام من جمعة لجمعة ما تشوفوش، من جمعة لجمعة معذرة للأئمة. يجي نهار الجمعة يطلع المنبر ربع ساعة خطبة وأحيانا الدرس يزيد يقول لك بدع. وراه من الأئمة، وراه أسبوع كامل، وراه من الدكاترة تاعنا، وراء من الأساتذة، وراء من المثقفين، أين هم المجتمع؟ فين أجنبي بعض؟ ينبض أولادنا في الشوارع مساكين دار، شكون راهم يحضرهم؟ وراهم يرفض عليهم؟ إذا السؤال مطروح علينا، أين نحن من هذا الرجال؟ والله يعجبهم الرجال. في العطلة الصيفية، كان نجي العطلة الصيفية، نخرج إلى المدن، مدينة، ماشي لا يتكلم، قرية. ما نزيدوش نقولوا حتى سيدي يا سيدي، على رواية الطبابي، ربي يرحمه.
انساها. لما انزعجت منه فرنسا واحست بخطره نفته الى صحراء افريقيا. 1940 نفته الى صحراء افريقيا من وهران الى افريقيا. هذاك النفي تاع ابراهيم بهذيك السنين من 1940 الى 1943 هو في المنفى في افريقيا. لما وصل للمنفى تاع افريقيا بعد اسبوع جاء الخبر تاع حميد بن وهيس. اجتمعت بعد ذلك الخبر عليه كالصاعقة، اجتمعت مجلس الإدارة بقسنطينة بالعاصمة عفوا، وانتخبوا محمد البشير الإبراهيمي غيابيا وفي أفريقيا. كان يسير الجمعية ثلاث سنين، هو يسير في جمعية العلماء بكل سنة. والجمعية مشيت ثلاث سنين 1940، 1943 يخرج من المنفى في عام في ست أشهر. أنشأ 73 مدرسة. قولوا لي يا أيها الأخوة، والله يا جمعية العلماء الحاضرة باش تنشئ 73 مدرسة تقرب 20 سنة. قالها في ست أشهر. قال: وكنت قد اتخذت لها مهندسا جزائريا مسلما، وكنا قد اتفقنا على أن تكون كل المدارس بنفس المعمار، وبالفعل خرجوها كل نفس المعمار. لكي نقول لفرنسا اننا امه موحده، باش نقولوا لفرنسا علاش هذه البنايه تاعنا موحده؟ لاننا امه موحده. ياسر اذا نقطع المحاضره على هذه النقطه. بارك الله فيكم وعلى اسمك. ثم الصدق ثم الطبيعة. هنا أشير إلى نقطة مهمة جدا، أنا أذكر
ذكرتها ولكن أقولها بداية أن البشير الإبراهيمي تعرفونه وذكر الشيخ موسى الأطرش أنه واحد ليبي. وفي ليبيا كان محمد الصالح الصديق أكيد تعرفونه، هذا الرجل الذي لم يعطى حقه الآن في الجزائر، وهذا راح نفقدوه كما راح نفقدوه كثير. محمد الصالح الصديق وصل الآن 150 مؤلف كتاب، حقيقة رجل عظيم تاريخي. كان هو مسؤول الإعلام لجهة التحرير الوطني في ليبيا، بمعنى كأنه سفير الجزائر لما كانت الدولة في 1950. نعم كان في 1950 بالضبط. فلما كان مسؤول الإعلام البشير إبراهيمي جاء وكان مريض وقرر الرجوع إلى الجزائر. البشير إبراهيمي تعرف أن عنده العفوية الجزائرية تاع الصطيبية بالضبط، يعني عنده هذيك العفوية تعرفون أن عنده تسمع، كان متكي وكان مريض. فيجيهم لما سمعوا به المثقفين الليبيين سمعوا به مجموعة قالوا لازم نزوره، فراحوا وعنده موقف هو من ليبيا اللي ذكرها محمد صالح الصديق، ذكرها في مذكراته وذكرها لطالبة ولا نشرف عليها لأنها درت مذكرة على محمد صالح الصديق، فما حبش يتقابل ما حبش يقبلهم يعني ما حبش يستقبلهم يعني. ولازم يقنعوا محمد صالح الصديق في قال له جاوك مجموعة من الليبيين، قال له خلينا منهم، عارف البشير، قال له لي مريض، قال له راهم مثقفين، قال له خلينا منهم، راهم راح يدعموا الثورة، قال له خلينا منهم. بدا يبدل الحيلة محمد الصالح الصديق، قال له نحكي لك ثلاث قصص. القصة الأولى قال له كنت أنا في مقر جبهة التحرير في ليبيا، وزارني السفير المصري في ليبيا. لما خرجت انا وياه لقيت واحد اعمى بصير يعني مع ولده ولث الثياب جايب معاه شكاره، قال له هذه الثوره الجزائريه. كان البشير وقف لم يقتنع باستقباله، قال له زيد احكي لك القصه الثانيه. قال له كاينه سياره في منطقه غدامس هذه الحدود جات تهز السلاح وهي سريعه قتل الطفل الليبي، فهجموا القبيله باش يقتلوا هذاك السيد. لما قدموا لقاو العلم الجزائري بالسلاح، واش قالوا؟ الله اكبر الله اكبر ابننا شهيد. وقف شويه كان تسمى فهيد حمد، قالوا نحكي لك الثالثه. في ساحه الثوره معروفه هذيك في سينا انهم كانوا يجمعوا الاموال للثوره، عدات مراب يديروا لها الحصان ويديروا لها كذا. فلما شاف هي عروس لما شاف يجمعوا الثوره ثم بعطى يشتد هب ومدته للثوره، فوقف واستقبلهم البشير الإبراهيمي. هذا الذي يدل على أن البشير الإبراهيمي يتصف بثلاث صفات: الوعي، ونقصد بالوعي الوعي بالأحكام الشرعية والمقاصد والسنن. جمعية العلماء المسلمين الوحيدة من الحركات الإسلامية والحركات الإسلامية التي جعلت الإسلام حقيقة لم تصطدم معكم حتى مع فرنسا في بعض المواضع، ولهذا حارث الضاري في العراق قال أنا لم أرى جمعية تجمع العلماء. هذه وحدة. والدين عندهم ماهوش ايديولوجيا، جمعية العلماء المسلمين ماهوش ايديولوجيا، هي احكام شرعية رحمة للعالمين، ثم مقاصد. وتعرفون لماذا مقاصد؟ لأن الأصل بأن جمعية العلماء كانت مدرسة سلفية مظاهرة، للسبب الذي جعلها رؤية مقاصدية هو بن باديس المراحل بالزيتونة والبشير إبراهيمي لما قرر عنه الوزير، لأن التونسيون كان لهم فضل الانتقال من المدرسة الظاهرية إلى المدرسة المقاصدية ثم السنة. بمعنى عندما تقرأ لجمعية العلماء المسلمين وتقرأ لابن باديس وتقرأ لبشير إبراهيم تدرك بأن الرجل ليس متدينا عاديا. لو تشوف مثلا بشير إبراهيمي اهتمامه بالمرأة، وكاينة صورة في دار الحديث بسيدات معلمات متبرجات بالمفهوم تاعنا، بمعنى استيعاب المرأة، وكان عنده اهتمام بالعلم، وكان اهتمام بالشباب، وكان اهتمام بالرياضة، مولودية قسنطينة، الاتحاد الإسلامي للسطيف، كان كلها من أفكار جمعية العلماء المسلمين، بمعنى كان وعياً متقدماً جداً. وهذا الفكرة القصة اللي ذكرها أستاذنا سيميلي على قضية لما اداهم السلك أراد أن يعلمهم شيئاً هو التعلم بالتجربة، مش التعلم بالنظرية. قال لهم كيفاش هذوما يربطوا السير يربطوا النمور ما يقدروش يطوروا الفيزا. وكذلك الاهتمام بالفن، الاهتمام بالمسرح، الاهتمام بكل شيء.
بمعنى انه كانت مساله واعيه بالنسبه لبشير ابراهيمي. حقيقه كان واعيا واعيا اولا لانه فهم الشريعه الاسلاميه هو كان في هذيك الدوار. فهم الشريعه الاسلاميه ليه؟ الشريعه الاسلاميه لا تحتاج الى استشهاد، تحتاج الى توظيف. افضل من وظف الشريعه الاسلاميه هم ابناء جمعيه العلماء المسلمين، حتى الى عبد الرحمن شيبان وحمد كماني الى هذا الجيل الرائع جدا اللي فهموا الشريعه الاسلاميه ما هي الصدام. الشريعه الاسلاميه هي رحمه للعالم. هذه النقطه مهمه جدا، ولا اريد ان اشير الى ربما لو كان في وقت تعطيني بعض المقتطفات من الشيخ ابراهيمي وهو يتكلم عن الدين، يتكلم عن اللغه العربيه، يتكلم بشيء رهيب. لما كنت جاي من الطريق عاودت محاضرته اللي لقاها في مجمع اللغه العربيه في مصر. سبحان الله العظيم، يعني ما عجيب هذا الرجل يعني. وبالمناسبه كما ذكر الاستاذ درويش دكتور درويش انه ولد في زمن او العهد سنه العظماء سواء في الغرب او في المشرق، يعني 1889 على المستوى العربي والاسلامي ولد اياب ابو الماضي، ولد العقاد، ولد طه حسين، ولد البشير الابراهيمي، وولد من باديس رافعي بالضبط الرافعي الى غير ذلك. هنا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي تجمع بين البشير الإبراهيمي وابن باديس وهذه الحقيقة، القرآن أنا فهمته بالقرآن، القرآن يتجدد كريم، كريم العطاء. موسى لازم هارون. هل هي قصة عابرة ولا لازم تتجدد؟ موسى لازم هارون، قال له أخي هارون أخي هو أفصح مني، والبشير الإبراهيمي كان أفصح مني، مش أفصح، كانت بليغة. كي كتبتها أمس كان يمثل الدبلوماسية. أين هارون نحن؟ ها؟ وأين الحواريين نحن الآن؟ إحنا فقط لخالف في فكرة وينتقد نهمشه ونقصيه ونعطيه كل ذلك. بن باديس كان حريصا على البشير الإبراهيمي لأنه عرفوا هذا الطينة الصادقة، وهو الذي أقنعه بالكتابة، كان يحب يكتب، هو الذي أقنعه باش يكتب في القصائد. قبل ذلك المنتقد كان يقنعه أن يكتب، بمعنى أنه استقبله، كان حريص عليه أن يستقبله لأنه يعلم بأن البشير الإبراهيمي هو هارون. والحقيقة أن دور سيدنا هارون هو دور الدبلوماسية، الدبلوماسية التي قام بها والتي نريدها، لأن البشير الإبراهيمي أنا بالنسبة لي صحيح كان الناس هازين السلاح بن بلعيد وصحبه، وهز السلاح بطريقة أخرى، عرف بالقضية الجزائرية وعرف باللغة العربية وحارب المستشرقين وحارب الصليبيين بطريقة حقيقية، بطريقة واقعية وموضوعية. ثم بعد ذلك الوعي بالسنن، الناس فاهمين السنن الكونيه، لم يفهم على مفهوم السلاح، ولهذا تلاحظوا كل التجارب الاصلاحيه وصلت الى حيف وصل، لكن جمعيه العلماء نجحت علاش؟ لانه كما ذكر الاستاذ موسى داروا خطه ا خطه ب، وكان ابن باديس يقول انا حب يعلن الثوره كي راح يعلنها، وقال لو اجد 12 من عقلاء هذه الامه يشاركونني في اعلان الثوره، لكن ابن باديس هو شاب بان مشكله الجزائريين هي مشكله الجهل، هذا عنده قابليه الاستعمار، ولهذا فتح مدارس بمعنى عنده مشروع قائد. لان ابن باديس كان حقيقه فهم مشكله الجزائر ودار مشروع قائد، لا ترجع الجزائر الثوره نؤجلها، العمل المسلح نؤجله، استفاده من هذا؟ من التجارب التي قبله والمقرامي والامير عبد القادر الى غير ذلك. اذا انا بالنسبه لي نتجاوز هذه المراحل بماذا؟ بالتعليم، ولهذا فتح مدرسه مدارس تربيه وتعليم وتهذيب في كل منطقه من مناطق الجزائر. هل هي السننيه التي كان يمتاز بها جمعيه العلماء المسلمين وصحبه؟ ثم انه كان صادقا، والصدق صدق مع افكاره، صدق مع نفسه، صدق مع ربه ومع افكاره. احنا للاسف ينقصنا او ينقص بعض المتصدرين للشان الدعوي او الشان الاصلاحي ينقصنا الصدق. ولهذا ابن باديس مثلا ابن باديس والبشير الابراهيمي لو بقوا في السعوديه الان هم عندهم كما الراجحين وعندهم ممتلكات وراهم يدرسوا في الحرب وعندهم 200,000 ريال كل شهر الان يعني او اولادهم يعني. لكن سبحان الله ابن باديس يروح مع انه درس في النبوي، والبشير الابراهيمي درس في المسجد النبوي والمسجد الاموي، وعرض عليه الشيخ حسين ان يكون مدير المعارف، ومدير المعارف السعوديه معناها وزير التربيه في ذلك الوقت، لكنه رفض، امن بفكره الجزائر. ولهذا تجد الحركه التي قام بها لا يمكن تجزئها، بمعنى خدمه الجزائر، وللاسف ان الدوله الحديثه بعد الجزائر لم تعطي له إقالة. هذه مشكلة كبيرة أن مثل هؤلاء يمتحن الإقامة الجبهية، نتمنى أن لا تتكرر هذه المآسي.
أن واحد مثل بشير إبراهيم يموت تحت الإقامة الجبرية، حقيقة هذه مسألة لا تليق بالجزائر. ونتمنى إن شاء الله الجزائر الحديثة أن تستوعب مفكريها، أن تستوعب دعائها، أن تستوعب المنطقة، لأن الدولة الجديدة الدولة بدون مفكرين، بدون بشير إبراهيم آخر، بدون مالك بن نبي آخر، لا يمكن أن نتقدم إلى هذا. هذا الصدق الحقيقة، ولهذا تلقي ذي الشحمة متواضع إنام، يقدر يكون وزير في باكستان، يقدر يكون وزير في الهند، مثل كنت تبعوا سيرة الفضيل والثاني، حتى ذاك عملاق من العمالقة، واحد مثل الفضيل والثاني عملاق من العمالقة، والحقيقة العقلية الجزائرية عقلية كارتيزيان، عقلية كارتيزيان، نحن نريد أن نستفيد من العقلية الجزائرية في النهضة، في التنمية الشاملة، البترول لا يكفي، الغاز الصخري لا يكفي. هذيك نحتاج نحن الى كما اوروبا كيفاش انطلقت اوروبا كيفاش نهضت، هل نهضت بالعقل في عصر التنوير بعلمائها مونتيسكيو، هذه العلماء نحن هؤلاء العلماء اللي مازلنا نستعملهم كاجندات، نستعملهم كذا، نبعدهم، ولهذا تجدهم يهاجرون، سواء شبابنا الان هم يهاجرون بطريقه غير شرعيه او ادمغاهم يهاجرون بطريقه الى غيرها. كنا نريد وقوف هذا النزول. ثم بعد ذلك تضحية بالوقت، تضحية بالمال، تضحية بالجهد. لا يمكن لأي مفكر أو داعية أو خادم للجزائر أن لا يكون مضحيا بماله، بجهده. واحد مثل عثمان بعيد يبيع الكرام، وكان يبيع الكرام بشيخ المثور. واحد مثل بن باديس مثلا يترك أموال ولكن يضحي، يسكن في غرفة من غرف المسجد الأخضر. نحن نحتاج إلى هذه التضحية كما ضحوا أجدادنا بالثورة، كما ضحوا، نحتاج إلى هذه التضحية. صحيح التضحية الآن ماهيش كما التضحية، ما نقولكش تاكل الزيتون، تاكل كسرة بالزيت ولا كذا، لا، لكن التضحية في الوقت، التضحية في الجهد، التضحية في تقديم المشاريع لهذه الدولة. وهذا المؤتمر حقيقة الملتقى مهم جدا، حتى الأطيل طبعا في بعض النقاط. الآن كيف نستفيد من بشير إبراهيم؟ نستفيد من بشير إبراهيم من خلال نظرية استراتيجية أو النموذج ذا سيمبلينج، يعني نحب نخرجوا طبعا مش نموذج القول، يعني مستحيل نخرجوا، لكن نستفيد من التجربة. ولهذا أمريكا الآن لما تشوف عظيم من العظماء خرج الاستراتيجيات الكبرى، علاش النجاح؟ خرجوا مدرسة شيكاغو بين كاين 12 استراتيجية للنجاح. أنا ما نقولش 12، نقول 4 باش ننجحوا أولادنا. هي مؤسسات التنشئة الاجتماعية، لأن الأسرة الآن غابت الأسرة الممتدة. بشير إبراهيم يقرأ عند عمه، هكا بمعنى بابا يقرأ عند عمه، بمعنى الأسرة الممتدة اللي غابت الآن وتفككت في المجتمع الجزائري لابد من إرجاعها، لأن بدون الأسرة اللي هي نواة المجتمع، الأسرة الممتدة التي تمتد إلى العم والخال هي نواة المجتمع. ولهذا الغرب الآن بعد الحدث انتبه لتفوق الأسرة، يدعو بكل الطرق لإرجاع الأسرة، بمعنى دور الأسرة شيء مهم جدا. ولهذا البشير الإبراهيمي هو صنيعة الأسرة، أو فصل الأستاذ ميلي صنيع الأسرة، الاهتمام بالأسرة. وعندنا تجربة نظامية في الجزائر، تجربة نظامية، علاش النظام ناجحين في التجارة، ناجحين في العلم، ناجحين حتى في المواطنة، تعلم لأن الأسرة والمجلس العزابة وإلى غير ذلك. لهذا ننتبه لموضوع الأسرة. النقطة الثانية هي الوعي الجمعي لبشير إبراهيم صاحبي، ماهوش وعي فردي، ماهوش عايش لنفسه، وعي جمعي، بمعنى أنه عندما تؤمن بفكرة، ولهذا لازم نعلموا أولادنا أنهم يؤمنوا بالمواطنة، على كل كاين فرق بين الوطنية والمواطنة. ولهذا كنت في العاصمة في إلقاء محاضرات في الفرق بين الوطنية والمواطنة. احنا في الجزائر لم نصل الى المواطنه، ولهذا نحن ما زلنا نشطب في المشاكل وكذا. الوطنيه النشيد الوطني وطنيه، الفريق الوطني وطنيه، حب الوطن وطنيه، لكن المواطنه كما يقول الاستاذ مالك بني ان ننتقل من الحقوق الى الواجبات. نحن نريد جيل صناعته ان يقوم بالواجبات. ولهذا نحن الان علاش نعيش في الازمات السياسيه والاقتصاديه والعنف والارهاب والحرقه و لاننا لم نربي جيلنا على المواطنه، مع انه ما كانش وطن في ذلك الوقت الاستعمار، لكن فهم هذا الجيل ان ننتقل من الحقوق الى الواجبات. ما هي الواجبات؟ لازم تضحي، لازم تروح لقسنطينه، انا عندي الباسار، عندي حروح بلادنا نتعب، هما كيف كانوا يسافروا بكري،
كيفاش كاين الوساد الفكري؟ بمعنى عندما يؤمن الانسان بالفكره لابد ان ينتقل من الحقوق الى الوجه، وهذا هو البشير الابراهيمي، بمعنى انه امن بحقيقه الوطن الجزائري وضحى واختار لمن اللي اختار، لانه كاين واحد المفارقه على ما شاركش الثوره، لا هو شارك في ثوره تحرريه اعمق من السلاح، وان كان السلاح عنده قيمته، ولكن ما قام به البشير الابراهيمي من هذه الدبلوماسيه، حنا نسميوها الدبلوماسيه الشعبيه او الدبلوماسيه، لان كاين الدبلوماسيه الرسميه، وكاين الدبلوماسيه اللي قام بها البشير الابراهيمي، اللي قام بها مالك بن نبي، واللي قام بها فضيل الوكال، هذا شيء مهم جدا. النقطة الثالثة أن الداعية أو المصلح لن يجعل نفسه في قفص، ليس في قفص حزبي ولا في قفص ايديولوجي ولا قفص مذهبي. بن باديس فوق المذاهب، بن باديس فوق الأحزاب، بن باديس كذلك لم ينافس حتى فرنسا في الانتخابات وغير ذلك وغير ذلك، هو يرى بروحه أنه مشروع حضاري، مشروع يتعلق بالدولة. ولهذا كان تلاحظ مثلا عندما نقارن بين حركة الإخوان المسلمين وجمعية العلماء تجد فرق كبير، لأن العقلية جمعية العلماء هي عقلية الدولة، بناء الدولة مش بناء الجماعة. ولهذا تلاحظون أن جمعية العلماء المسلمين حققت ما لم تحققه كثير من الحركات، لأنها جمعت بين العلماء. ولهذا ابن باديس كان جمع العلماء، واحد مثل بن مزار اللي كانوا في ذلك الوقت محسوبين، بعض الناس يقولوا عليهم خوارج وليسوا خوارج، كانوا لا يوصلوا، لكن ابن باديس عرف العمق الجزائري، يجيب واحد كما العربي التبسي باتجاهه السلفي والعقبي باتجاهه السلفي، واحد مثل البشير الابراهيمي باتجاهه الوطني، واحد مثل امين العمودي باتجاهه الحداثي، واحد باتجاهه كذا، وكان يستوعب الجميع. والحقيقه عبقريه ابن باديس في هذا، في الجمع، احنا ما عندناش العقليه الجامعه، احنا ما عندناش، وانا نتمنى ان شاء الله من مشروع رئيس الجمهوريه لم الشمل ان يكون بهذا الفكر، لاننا بدون لم الشمل سنخسر كثير، سنخسر كثير ونضيعوا بعد 10 سنين راح نديروا نفس تطرق عندنا نفس الازمات ونديروا ملتقيات لهذا. ابن باديس كان يلم الشمل بين العلماء، ولهذا الحركه العلمائيه الوحيده في العالم هي جمعيه العلماء المسلمين، ثم بعد ذلك صحيح كان ندوه علماء الهند او هيئه علماء العراق، حتى بالمناسبه حتى هيئه علماء العراق لرئيس حياه الضاري رحمه الله يقول لما تعرفون العراق بعد 2003 ماذا وقع لها، قال ما نديروش حركه هكا ايديولوجيه وحزبيه، لا نديروا حركه علمائيه استئناسا لماذا بجمعيه العلماء المسلمين، هذا قال. ولهذا الجريده الاول جريده داروها تاع العراق جريده البصائر، الجريده البصائر ومازال تصدر هذه النقطه. نقطه مهمه. النقطه الرابعه وساختم، يعني اتفق في زوج باديس وبشير الابراهيمي، اتفق في زوج على واش؟ على العلم القليل والعمل الكثير في زوج. ولهذا تجده علم قليل، مع ان بشير الابراهيمي علامه بحر يعني، بشير الابراهيمي بحر يعني، لما كان هنا خلاص لما راح للسعوديه قرا كل المكتبات اللي موجوده بالحرم قرا يعني، ما بحر. ومع هذا كانوا يؤمنون ان العلم القليل كيما الصحابه يسمع ايه وايتين وحديث، وشو هو الصحابي؟ صحابي دكتور في الشريعه يعرف الاصول، صحابي يسمع ايه وحديث ثم انطلق راح اليمن وراح كذا الى هذه النقطه. كتوصيات طبعا نحن نريد نمذجة بشير الابراهيمي على المستوى الاعلامي، لان الشباب ما يعرفش بشير الابراهيمي، احنا نديروا محاضرات وغير ذلك، ولكن انا اعتقد توجه للصوره، ولهذا ندعو السلطات والتوصيات الاخوه ان وزاره الثقافه تفكر جدا في انتاج فيلم خاصه مع بشير الابراهيمي وفضيل الوكلان، بصح بشرطه ما نمدوش في بن باديس، لان بن باديس مبدوهن يعني ما نمدوهن. انا نتمنى، وبالمناسبه الدول الحديثه بدون اعلام، اي الان تركيا لما حبيت ديال الحضاره دار الاقتصاد دار 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 السينما، ايران نفس الشيء، ايران لما تحب دير اقتصاد دارت السينما، امريكا قبل ذلك، الهند البوليوود هوليوود، نحن وبالمناسبه لما كانت عندنا رؤيه في السبعينات وكذا كانت السينما الجزائريه عالميه، هو افلام الثوره وغير ذلك، بمعنى ننتبه لموضوع السينما، خاصه ان الجيل هذا هو جيل رقمي، جيل الصوره، هذه نقطه. النقطه الثانيه ثم الاهتمام بمؤسسه التنشئه الاجتماعيه، وذكرتها في المقدمه عن الاسره ثم المدرسه. سنه اولى ابتدائي في فرنسا في ماده التاريخ
يدخل الاستاذ يقول له ما هو اخطاء نقل الوحي. احنا في السنه الاولى ابتدائي لا يعرف نبيه ولا يعرف الامير عبد القادر ولا يعرف، لابد من تبسيط كقصص ككذا لمعرفه هؤلاء الرجال، لان بدون معرفه هؤلاء الرجال لا يمكن صناعه صور نمطيه او صور ذهنيه. السلام اجيبه سي بالنسبه لبيت ابراهيم سي نسول المشاهدين الساده الحضور السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اولا اعبر عن سعادتي بوجودي في هذه البلده الطيبه بلديه ولاد ابراهيم التي انجبت رجل من رجالة العلم والفكر ذو البعد العالمي مثل ما تفضل به الدكاترة الأفاضل. حبيت أن تعقيب بسيط فقط، لا أقول أضيف لأن قامتي لا توازي ولا تناظر ابدا الساده الاساتذه، وانما احاول ان ادلو بدلوي لانني جئت مستمعا ولم اتي محاضرا. اولا اذا تكلمنا على الشيخ بشير ابراهيمي ما نقدرش نتكلم على الشيخ بشير ابراهيمي بلا ما نتكلم على جمعيه العلماء المسلمين، لأنه هو أحد الأعمدة الأساسية في نجاح الدكتور قطب الدين. كان يتكلم على نجاح جمعية العلماء هو المنظور نتاعها، فالشيخ البشير إبراهيمي أحد الأعمدة الأساسية نتاع هذه الجمعية، ونعتبر الجمعية هذه خير جمعية أخرجت في الناس. أكيد هذه الجمعية خير جمعية أخرجت للناس، لأن جات في وقت اللي كان شعبنا وبلادنا كما تمر بمرحلة من أصعب المراحل، كان الشيطان استعمر الأرض، استعمر لغتنا، واستعمر ديننا، استعمر شخصيتنا، ماذا بقي لنا؟ هذا هو المستعمر، هكذا كانت الجزائر، رغم المقاومات من 1830 عديد المقاومات بالتم بمقاومة الأهل عشقر مرورا بمختلف المقاومات حتى المقاومة اللي وقعت أو الثورة اللي وقعت هنا عندنا وهي ثورة الحاج مطالب. رغم هذا كامل لكن كنا أو كان شعبنا كان مستعمر من جميع النواحي، فإذا به كما يقولوا بالدرجه يطل قمر باش يعطي بصيص من الامل لهذا الشعب، وهو انشاء وتاسيس جمعيه العلماء المسلمين. اذا كان رجعنا للجمعيه وش الشعار تاعها؟ ثلاث كلمات: الجزائر وطننا. وش حابب تقول الجمعيه في هذه؟ او الشيخ بشير ابراهيم او بن باديس او العقبي او تبسي. الجزائر وطننا. معناه انتم يا فرنسيين اللي راكم تدعون هذه البلاد بلادكم، مش بلادكم، بلادنا احنا. شوفوا كلمه الوعي في ثلاث كلمات. النقطه الثانيه العربية في لغتنا، لأن العربية كانت إخواني كانت مستعمرة
الاستعمار كانت اولا فيه مرسوم ليمنع تدريس اللغه العربيه في بلادها استعمالها في اداره منعدمه ومن بعد بدات الامور تتطور حتى بعض الجزائريين صبحوا يتكلموا بالفرنسيه مع الهروب في عمره 3 سنين او 5 سنين او 6 سنين. هنا جمعية العلماء قالت لها العربية لغة مع انه دخل من القصر خطر لهذه الأمة الجزائر وطننا يا الفرنسيين هكذا مش تعبوا العربية لغتنا يا فرنسيين احنا عندنا لغتنا وانتم عندكم لغتكم يا جزائريين الذين انتم او بعض من الجزائريين الذين اصبحوا يحاولون الاندماج مع فرنسا وينشئون نشأ مفرس قالوا لا هذه اللغه مش تاعنا هي اللغه العربيه الاسلام ديننا نفس الشيء ديننا كان مستعمر ايضا مساجدنا حولت الى كنائس مسجد كتشاور حول الى اسطنبول اذا اصبح ديننا مستعمر شاركت مع العلماء وفي مقدمه ابن ماديس والشيخ بشير ابراهيمي قالوا الاسلام ديننا اذن جمعيه العلماء والابراهيمي في المقدمه وش كانوا يحاولوا انهم يحافظوا على الشخصيه الجزائريه التي كادت أن تنضحي لولا هذه النخبة في وقت صعب جدا وزيد هو كانوا يحاربوا في فرنسا وفي نفس الوقت يحاربوا في بعض الجزائريين لأن انتشرت الخرافات آنذاك الى ابعد الحدود وانتشر الخزعبلات ولا الدين انتع كتاب الحروس والقراءة على الاموات بينما الدين يقول اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه هذا هو الدين تاع ابن ماديس اللي كان يتكلم عليه دكتور الان هذا هو الدين تاع ابن ماديس هذا هو الدين تاع الابراهيم نرجع الان على المستوى المحلي احنا نظمنا في شهر جوان من سنه 1986 نظمنا اول ملتقى وطني حول الشيخ بشير ابراهيم استدعينا ليه حوالي 10 أساتذة من الجامعات المختلفة وقدروا يقدموا محاضرات وتعاطوا كنا نعقد الملتقى في البوشر وبالتالي في المناسبة هذه اللي سمينا قاعة الشيخ البشير إبراهيمي قاعة المحاضرة قاعة الحفلة تاع البوشر سميناها الشيخ البشير إبراهيمي باقتراح مني في ذلك الوقت اقترحناها سميناها الشيخ البشير إبراهيمي والحمد لله مازالت إلى يومنا هذا الشيخ البشير إبراهيمي ونزيد نقول يعني بناء على الملتقيات أنا نضم صوتي لصوت دكتور ماذا بينا
يعقد ملتقى على الأقل كل 3 سنوات، لكن يكون ملتقى وطني، إما يكون في مقر ولاية يكون ملتقى وطني، أو يكون في ولاد براهم، لكن نكرر نقول يكون ملتقى وطني ونسعو باش تعم الفائدة للناس كلها. أنا حضرت ملتقى تاع الجامعة، ملتقى تاع الجامعة مغلوبة، لا يصح الجامعة إلا المعارضين أو الطلبة، بينما نحن لا أحوجنا ما أحوجنا إلى استقطاب أكبر عدد ممكن للاستفادة من خصال وأفكار الشيخ البشير إبراهيم. شكرا أستاذ، بارك الله فيك. شكرا. الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في هذا اليوم المبارك، في هذه الذكرى المباركة، في هذا المكان الطيب، في هذا المكان الطاهر، لا يسعنا اليوم إلا أن نتذكر هذا الرجل العالم العابد المجاهد الصابر المجدد المصلح المفكر العالم النحرير محمد البشير الإبراهيمي. هذا الرجل الذي لم يعيش لنفسه لحظة، بل عاش لدينه وعاش لوطنه وعاش لأمته، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، لم يكن من المبدلين ولا من المغيرين، بل جعل حياته كلها خدمة للدين وللوطن. فاللهم يا رب في هذه اليوم من أيام الله وفي هذه الذكرى نترحم عليه وندعو له الله تبارك وتعالى أن يجعله في عليين مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه. اللهم كما رحمته فوق الأرض ارحمه تحت الأرض، وارحمه يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من السلف الصالح الذي يقتدي بآثار هؤلاء العلماء الماهدين، هؤلاء العلماء الربانيين الذين خدموا هذه الأمة بكل ما يخدم بها إنسان صالح أمته. فاللهم يا ربي قيض لهذه الأمة الكريمة من أمثال محمد البشير الإبراهيمي رجالا كثير ونساء كثيرات، واجعل من هذه الأجيال تنهل من نهلهم وتغترف من مشارب علمهم وتأخذ منهم القدوة الحسنة في طريق دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا هو اللي